جديدة للأطفال تبدأ بالإدمان عليها ثم مفاقمة التوحد والعزلة بسبب عدم مخالطة العالم الخارجي والاكتفاء بالصداقة مع الجهاز التي تنتهي بالاكتئاب. وعلى المدى الطويل يصاب الطفل بخمول في بعض وظائف الدماغ كالذاكرة مثلا، وتوجه أيضا أصابع الاتهام إلى هذه الأجهزة في أمراض خطيرة كالسرطان والأورام الدماغية والصداع والإجهاد العصبي ومرض الرعاش وضعف البصر والعمود الفقري وألام الرقبة والكلى وغيرها من الأمراض الأخرى. كما تعتبر الموجات المغناطيسية المنتشرة في البيئة المحيطة بنا وحولنا أحد أسباب التوتر والانفعال لدينا. الحكومة الذكية أو الحكومة الإلكترونية ليست ضد استخدام الأجهزة الحديثة. الأجهزة الحديثة نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب استخدامها، وإنما تقنين هذا الاستخدام. أنصح في ثلاث أمور لأولياء الأمور إن الانتباه لها. رقم واحد، عدم استخدام الطفل لأكثر من ساعتين لأي جهاز إلكتروني في البيت، جيمز أو أجهزة لوحية، ساعتين بالكثير في الأسبوع. الويكند يكون للألعاب وللمتعة، ما يكون له الأجهزة اللوحية، وهذا اتفاق مبدئي يكون. رقم ثلاثة، نتفق كلنا في البيت أن الأجهزة الذكية اللي في البيت كلها إذا صارت الساعة 8 أو 9 كلنا نجمعها في الصالة في مكان ما حد يستخدمها في البيت. هذا الطفل هو أحد ضحايا جهاز الآيباد، فبعد لعبه الذي امتد لأكثر من ساعتين متواصلتين أصابته حالة من التشنج ثم سقط مغشيا عليه، ولحسن حظه نقل إلى المستشفى فورا قبل دخوله في غيبوبة قد تنتهي بوفاته. فكان التشخيص الأولي للطبيب شحنات كهربائية عالية في الدماغ بسبب الأجهزة اللوحية. كنت سهران ألعب في التليفون، ألعب في اليوم الثاني الظهر تميت ألعب، فجأة يعني لف الوجه فطحت يعني أغمى عليه. يومي أبوي شلني ودى المستشفى سووا فحوصات وهذا، قالوا أنه عندي كهرباء في الرأس بسبب التليفون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وليعلم كل ولي أمر بأن الطفل الصغير لا يمكن أن يقدر الأخطار المحيطة به ما لم يكن ولي الأمر منتبها له، ولن يحصل هذا أبدا إن كان الأب مشغولا بمحادثاته على هاتفه والأم منهمكة في تصوير الأطباق الشهية وتفاصيل حياتها كي تعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. حينها تكون حياة الأطفال كالجالس على فوهة البركان.